انت ليه مش عاوز تفهم ان بنتك دي مش فالحه في اي حاجه؟ دي بتيجي الدرس تقعد تضحك وتهزر وبس. يا مستر انت كده بترازيني وبتطلع برستيج والدبه وحش. برستيج؟ برستيج مين يا ام برستيج؟ لما اقف اشرح على السبوره وارجع الاقيها بتلعب اكس او، عاوز نعمل معاها ايه؟ مستر انا ماليش دعوه بكل الكلام ده، انا اهم حاجه البت دي تنجح السنه دي. وانت تكسر واحنا نجبس. واللي انت عايزه من العين دي قبل العين دي. حلو قوي الكلام ده. وفرت عليا كلام كتير، ولو من ناحيه هنكسر فانا هكسر. تكسروا ايه؟ وانا لعبه في ايدكوا؟ لا هو هياكل عليك شغل التمثيليات ده. بس اهم حاجه عندي انا عايزك تشوف لها مدرس انجليزي يكون فيريفيكشن. فيريفيكشن ايه اللي انت بتقولها دي؟ ده بابا شكله هو اللي محتاج مدرس انجليزي. عامه يا استاذ في مدرس يعز عليا، لو كده هاخد غزل اخليها تحضر معاه في المجموع. مستر يا مستر.